الحقيقة وراء روكي. صباح الفل على عمي وعم الانتاج السينمائي في مصر تهامي باشا. عايز ايه يا وديع؟ الواد حبروش يا باشا كاتب سيناريو جبار، رحله كفاح جوه حلبه الملاكمه، واسم الفيلم روكي. روكي؟ تعرف روكي ده يبقى مين؟ يا حسام تعال انت وروكي. ايوه باشا. خلاص يا حسام كمل يا وديع. طيب بس صبرك عليها افرجك على المشهد اللي هيخلي الرجاله تعيط. ثانيه واحده. خش يا ابني. ايه يا ابني الرمه اللي انت جايبهم دول؟ اشتغلوا. يا روكي بقالهم 15 جوله يا باشا بيدغدغوا بعض، ودي اخر جوله. وايه اللي حصل؟ ماتش خلص. ماتش ايه اللي خلص؟ امال فين القضيه؟ ما هو مفيش قضيه. وازاي البطل بيكسب من غير قضيه؟ ما هو البطل مش هيكسب. وازاي البطل بيخسر؟ طب بس بص يا وديع، الخلاصه انك جاي تبيع لي فيلم عن كلب بيخسر ومن غير قضيه. طب ليه يا ابني نخسر لما في ايدينا نكسب؟ طول عمرك موقوس. هتصور ده استاذ؟ بس قلت لك الفيلم غاز بلد. في السنه اللي رمينا فيها الروكي انتجنا فيفا زلاتا. فيفا زلاتا اتعرض في 3 سينمات، حقق 70,000 ايرادات. فيفا زلاتا على ميلودي افلام، افلام عربي ام الاجنبي.